السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى كلام طيب، وأطيب الكلام كلام الله رب العالمين. ما زلنا ننظر ونتأمل في كلام الله عز وجل، وقد شرعنا منذ أيام في سورة طه، ووصلنا إلى حديث موسى عليه السلام مع سحرة فرعون. نواصل أيها الأحباب الكرام هذه الآيات البينات من الذكر الحكيم، نتلوها ثم ننظر في معانيها، وهي دالة على جلال الله وعلى عظمة الله وعلى بركة الله. وصلنا إلى قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، وواعدناكم جانب الطور الأيمن، ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآيات البينات من سورة طه يحدثنا فيها ربنا عز وجل عن نهاية الحوار الذي ربط بين سيدنا موسى عليه السلام وسحرة فرعون. اليوم سوف نتحدث بالتفصيل عن قضية الهجرة، هجرة بني إسرائيل من مصر إلى أرض فلسطين في ذلك الزمن البعيد. ذكرنا من قبل أيها الأحباب الكرام أن قوم موسى اشتهروا بالسحر. فرعون كان يجمع السحرة من المدائن يحشرهم، وكان عنده مدارس وجامعات ومؤسسات خاصة بتعليم السحر والفلك وغيرها من الأمور المرتبطة بعالم الأساطير والشعوذة. لهذا ربنا عز وجل أنزل على سيدنا موسى التوراة، وأنزل عليه معجزات باهرات من جنس ما اشتهر به قوم فرعون. أنزل عليه العصا تنقلب إلى حية، ويده تخرج بيضاء من غير سوء كأنها مصباح مشرق. فكل نبي
يعطيه الله تعالى معجزة من جنس ما اشتهر به قومه، في حين نجد أن سيدنا عيسى بن مريم لما بعث في فلسطين وما حولها كان القوم آنذاك اشتهروا بالطب وبالصيدلة وبالعلاج، علاج المرضى، فأعطاه الله عز وجل معجزة ظاهرة وهي أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، صار يحيي الموتى بإذن الله، فكانت معجزة ظاهرة أمام قومه ليؤمنوا ويدعنوا له. وهكذا كل نبي يعطيه الله معجزة بحسب ما اشتهر به قومه من قوة ومن قضايا فيها تأثير على نفوس الناس. طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، قومه اشتهروا بالشعر وبالفصاحة وبالبلاغة، فربنا عز وجل أعطاه معجزات كثيرة جدا، ولكن أكرم معجزة هي القرآن، القرآن العظيم، لأنه تحدى به العرب وتحدى به العجم وتحدى به الإنس والجن، وقال قل إن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة من مثله لا يستطيعون، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فكل نبي يعطيه ربنا عز وجل معجزة بحسب ما اشتهر به قومه حتى تكون دليلا وبرهانا على صدقه وعلى أنه نبي يوحى إليه من ربه. سيدنا موسى عليه السلام ما دام قومه اشتهروا بالسحر وبالشعوذة آتاهم ربنا عز وجل هذه المعجزات الباهرات، العصا التي تنقلب إلى حية وإلى يده تخرج بيضاء من غير سوء. ذكرنا في حصة الأمس المناظرة الكلامية ثم الصراع الذي تم بين السحرة وفرعون وموسى، وكيف استطاعت عصا موسى أن تصير حية ثم صارت بعد ذلك تنين عظيم ثم التهمت كل عصي وحبال السحرة، فعلموا أنه نبي صادق، ومن ثم أعلنوا الشهادة وآمنوا بسيدنا موسى عليه السلام. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. طبعا فرعون سوف يصاب بنكسة وسيغضب، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، من أعطاكم الإذن بالإيمان؟ وكان فرعون دائما هو الذي يعطي الإذن بأي حركة، وكان يستخف قومه ويدعنون لأمره، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لما غضب فرعون أصدر حكما فرعونيا لتعذيب هؤلاء السحرة وإنزال أشد العقاب بهم. ما هو العقاب؟ توعدهم فقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فهذا هو العذاب الذي سوف يعطيه فرعون لهؤلاء السحرة. جواب السحرة بعد أن دخل الإيمان إلى قلوبهم وعلموا علم اليقين أن ما أتى به موسى عليه السلام ليس بسحر، وأن كلامه كلام نبوة، وأنه فعلا نبي ومرسول من عند رب العالمين، اطمأن قلبهم ولم يخشوا من كيد فرعون ولا من بطشه، فأجابوه بكل ثقة، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، بمعنى أن رغم جميع التهديد وجميع التخويف بل وحتى الطمع التي تريد أن تطمعنا به لن نلتفت إليه، بعد أن أرانا الله عز وجل من الآيات البينات الدالة على أنه هو الرب المعبود وحده، الله تعالى هو الإله المعظم المبجل وحده، وأن ما سواه
إنما هو مجرد باطل. الله هو الذي فطرنا، فطرنا يعني خلقنا من لا شيء، هو الذي خلقنا وأعطانا السمع والبصر والعقل والفؤاد وأعطانا كل النعم. ماذا أعطيتنا أنت يا فرعون سوى التحكم من قريب أو بعيد؟ لهذا قالوا له فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني كل ما تتوعد به من السجن أو العذاب أو الصلب أو القطع، كل هذا سيبقى في الدنيا وبعد ذلك سينقضي قريبا، لأنهم سمعوا مواعظ من موسى عليه السلام فعلموا أن الحقيقة الدنيوية قصيرة جدا، وبعدها هناك بعث وهناك نشور وهناك حساب وهناك جزاء، فعلموا أنهم جاءتهم الفرصة للتوبة والفرصة للإنابة، فقالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. الله سبحانه وتعالى من على هؤلاء السحرة بالإيمان، هذا عطاء الله، من عنده الإيمان في قلبه فعليه أن يشكر الله تعالى كثيرا كثيرا، لأن أعظم من يعطيه الرب عز وجل لعباده أن من علينا بالإيمان. تصور أيها الإنسان المؤمن لو أعطاك الله تعالى كل نعم الدنيا وكل الامتيازات وسلب منك نعمة الإيمان، كيف ستكون حياتك؟ والله عذاب في عذاب في عذاب وخسران مبين. لهذا من أعطاه الله الإيمان حتى ولو سلب منه كل النعم لا يهم، هذا ما فقهه السحرة. ويتبين من خلال كلامهم أنهم كانوا مكرهين، وكان فرعون يجبرهم على تعلم صناعة السحر وممارسته ومزاولته، لما قالوا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، كل شيء في الدنيا سوف يزول ولكن ما عند الله من الأجر والمنزلة والجاه هو أبقى ثوابا وإحسانا. الله سبحانه وتعالى من على هؤلاء السحرة، وأستغل الفرصة هنا وأقف وقفة تأمل. السحرة المتواجدين في حياتنا المعاصرة اليوم كم عددهم وأين يتواجدون وما هي الأساليب المستعملة لديهم؟ إنهم بلا عد ولا حصر، في كل منطقة هناك عدد من السحرة ومن المشعوذين رجالا ونساء أشكال وألوان. أنا عن نفسي التقيت مرات متعددة بسحرة، وبعضهم قد ندم وحكى لي عن مسار حياته وكيف أنه جمع مالا وفيرا ملايير، ولكنها كلها صارت إلى سراب، لم يبقى عنده أي شيء، كان يخشى أن يضع أمواله في البنك لأن المؤسسة البنكية تسأله من أين لك هذا، فكان يخبئ أمواله في أماكن غير آمنة، حتى جاء لما جمع وجمع وجمع جاء من أخذ الجمل بما حمل، هذا عقاب من الله تعالى. وهؤلاء السحرة أعرف عدد منهم لما كبروا صاروا في حياة آخر حياتهم عذاب، لا زوجة ولا أولاد ولا أحفاد، عندهم عائلة لكن لا يسأل عنهم أحد، وفي عذاب شديد ندموا واستغفروا الله تعالى وأنابوا وتابوا، فهنيئا لهم على الأقل تابوا إلى الله قبل الغرغرة، لكن الويل والثبور لمن لا زال على حاله ولم يتب ولا زال يؤذي الناس. هذه الأيام رأيت عدد كبير من الناس معذبين، نساء وقعن في الطلاق، رجال يضربن زوجاتهن وغير من المشاكل، والسبب السحر، سحر يفرق بين المرء وزوجه، وهناك من أصيب بأمراض غريبة وقد حمل إلى المستشفيات والمصحات، والأطباء يحتاروا في أمره وهو ما عنده مرض عضوي، هو عنده مرض عن طريق السحر. وأخطر أنواع السحر هو سحر الأوهام، ونحن في زمن الكورونا أي نعم هناك اضطراب نفسي عند الكثير من الناس، لكن الذين أصيبوا بالسحر زاد من حدتهم،
يشعرون بالأوهام ويشعرون بالوساوس ويشعرون بظروف صعبة. فهذه دعوة لكل السحرة الذين هم في حياتنا المعاصرة أن يكفوا على صنيعهم وأن يبتعدوا عن هذا السلوك المعوج، وليؤمنوا كما آمن سحرة فرعون. فقالوا في ختام حياتهم: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عن السحر والله خير وأبقى. يضيف الله سبحانه وتعالى ويتم كلامه فيقول: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. لا إله إلا الله. فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. لا إله إلا الله. ربنا عز وجل يخبر عباده المؤمنين ويخبر كل المستمعين وكل المكلفين أنه من يأتي ربه يوم القيامة مجرم، قدم على الله تعالى مجرم. ما معنى مجرم؟ يعني أنه لم يؤمن بالله، أو أنه كان يجادل في الله بغير علم، أو أنه كان يتعاطى أعمال محرمة إجرامية تؤذي الآخرين، يفسد في الأرض ويقتل أو يفرق الجمع أو يلحق الأذى بالناس، هذا كله يسمى مجرم. توعده الله تعالى بالعقاب الشديد، عقاب خطير جدا. ما هو العقاب؟ إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. يا رب السلامة، هذا عقاب يذيب الأكباد والقلوب، حتى إن من شدته أن المعذب في نار جهنم لا يموت ولا يحيا. لو كان يموت سيستريح وسيرتاح من العذاب، لكنه يبقى حيا ولا يحيا. حتى الحياة التي يتلذذ بها الإنسان لا يحصل عليها، إنه يستغيث فلا يغاث، ويدعو فلا يستجاب له. وإذا استغاث وأجيب أغيت بماء كالمهل يشوي الوجوه، بيس الشراب وساءت مرتفقة. وإذا دعا أجيب بقوله تعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون. كلما تكلم أهل النار أهل جهنم وطلبوا بمطلب، جواب الله تعالى يقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون. الله عز وجل يحكي عن هؤلاء المجرمين: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ولكن ما مصير المؤمنين؟ ما مصير أصحاب الصلاح وأصحاب الفلاح؟ ما مصير المتقين؟ ربنا يجيب ويتم قوله فيقول: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. من جاء مؤمنا بالله ومصدقا برسول الله ومتبعا لكتب الله، لابد أن يصدق بكل الرسل وكل الكتب. وسبحان الله، الأمة الوحيدة التي تؤمن بكل الكتب وتؤمن بكل الرسل هي الأمة الإسلامية. نحن عندنا نقرأ قول الله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الأمة الوحيدة التي تؤمن بكل الأنبياء وبكل المرسلين وكل الكتب المقدسة هي الأمة الإسلامية، وهي الأمة المخلصة بامتياز. نحن أهل الإسلام نؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه إمام الأنبياء والمرسلين وخاتمهم، وبما أن أنزل عليه القرآن العظيم. ونؤمن أيضا بسيدنا عيسى المسيح. النصارى الآن هم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نؤمن بعيسى عليه السلام، ونؤمن بالسيدة مريم العذراء،
وفي القرآن العظيم هناك سورة بكاملها اسمها سورة مريم، فيها حديث عن السيدة مريم العذراء التي أحضرت فرجها ونفخنا فيها من روحنا. بل عندنا سورة آل عمران فيها أصول الأسرة النصرانية آل عمران، فيهم أنبياء وفيهم صالحين وفيهم أخيار، كل من عالم المسيحيين نحن نؤمن بهم ونؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله تعالى على سيدنا عيسى ابن مريم قبل أن يحرف، فنحن ما عندنا إشكال. أيضا نحن المسلمين الأمة الإسلامية تؤمن بسيدنا موسى عليه السلام. اليهود لهم نبي عظيم مكرم هو سيدنا موسى، ونحن مطالبين بأن نؤمن به، وقد ذكر في القرآن الكريم كثير. سيدنا موسى اسمه فقط موسى ذكر 134 مرة في القرآن العظيم، وذكر قومه بني إسرائيل في سياقات مختلفة. لما يؤمن ويصلح ربنا يقول يا بني إسرائيل، ويقول وأني فضلتكم على العالمين، يمدحهم ويثني عليهم ويذكر مقامهم الرفيع. لكنهم حينما يبدلوا ويغيروا يقول عنهم كلام فيه شدة، كما قاله عن العرب وعن المنافقين وعن المشركين، وهكذا. لكن بقية الأديان الأخرى لا تؤمن إلا بنبيها. لهذا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين أوصانا بأن نؤمن بكل الأنبياء وكل المرسلين، والعقيدة الصحيحة لا ينبغي أن نفرق بين أحد منهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالله تعالى يبشر هؤلاء المؤمنين المصدقين بكل الرسل والمتبعين لكل الكتب السماوية، قال هؤلاء فأولئك لهم الدرجات العلى. جزاؤهم ماذا؟ الدرجات العلى، يعني المنازل العاليات، وهم في الجنة يتنعمون في غرف مزخرفات، والله تعالى يكرمهم باللذات المتواصلات. الجنة نعيم عظيم فيها أنهار سارحات وقصور من ذهب ولؤلؤ ومرجان، وفيها حور حسان، وفيها سرور عظيم وخلود دائم. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأهل الإيمان الصادقين هم في عليين، من عمل صالحا فأولئك لهم الدرجات العلى. الدرجات العلى يعني عليين، أهل عليين هم في مقام عالي في الجنة، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن أهل عليين لا يرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء لتفاضل ما بينهم. أهل عليين مقام فوق مقام، الناس في الجنة مقامات، الدنيا فيها مقامات. الدنيا نجد هناك حي فاخر وحي متوسط وحي متواضع وحي فقير. انظروا إلى أحياء السكنية وانظروا إلى مقامات الناس، هناك من عنده سلم 5، وهناك عنده سلم 10، وهناك من عنده خالي السلم، وهناك من عنده أجر خيالي. مقامات، الناس مقامات. قال ربنا عز وجل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. مقامات الدنيا قصيرة جدا، غدا سوف نودع جميعا، لكن الآخرة فيها مقامات خالدين فيها أبدا. لا يهم أن تكون في الدنيا عندك مقام بسيط، ولكن المهم أن تكون في الآخرة لك مقام عظيم. فأولئك لهم الدرجات العلى، يعني أهل عليين، مقامات أعلى فأعلى. وذلك جزاء من تزكى، أي أن الله تعالى يعطي هذا الثواب لمن تزكى. ما من تزكى؟ تطهر من الشرك والكفر والفسوق والعصيان، وتاب إلى ربه وزكى نفسه من الخطايا ودمها بالإيمان وبالعمل الصالح. بعد ذلك يقول الله عز وجل ويتابع في نفس السياق ويقول ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا
لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. لما انتهت المناظرة بين موسى عليه السلام وسحرة فرعون، ولما غضب فرعون وعذب السحرة وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأرسل جنوده يعذبون المؤمنين، رغم كل البراهين ورغم كل الأدلة، سيدنا موسى سيمكث في مصر، مكث في مصر مدة يدعو أهلها إلى الدين الخالص، وكان يدعو فرعون أن يخلص بني إسرائيل من العذاب، لأن فرعون كان همه الأكبر هو إدلال بني إسرائيل، كان يستحيي نساءهم وكان يقتل رجالهم وييتم أطفالهم، وكان يستخدمهم كعبيد، وهم الذين قاموا ببناء الأهرامات على أكتافهم. وبنو إسرائيل كانوا من الوداعة وكانوا من الإيمان ما الله به عليم، ومعظمهم لا يستطيع أن يظهر إيمانه أو يعلنه، فكانوا يظهرون على أنهم يعبدون فرعون وأنهم على دينه، لكنهم إذا أرادوا الصلاة دخلوا إلى بيوتهم وصاروا يصلون ويبكون على ربهم، لقد اتخذوا بيوتهم مساجد وصبروا على فرعون وأذاه. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمكن لبني إسرائيل في الأرض، أرادهم أن يكونوا أقوياء لكي يعبدوا الله تعالى جهرا، وأرادهم أن يقيموا دينه فوق الأرض. لهذا ربنا عز وجل أعطى الأمر لسيدنا موسى أن يخرج ببني إسرائيل، يخرج من أرض مصر فيها الإدلال وفيها الظلم ويذهب إلى مكان آخر. سيدنا موسى سينفذ أمر الله سبحانه وتعالى، ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي. سوف يسير في أول الليل، سيختار فترة كان فيها حفل كبير عند الفراعنة، وسكروا وعربدوا وناموا نومة عميقة، فقال سيدنا موسى هذا هو الوقت المناسب والجنود كلهم في غفلة، هيا بنا نسير في أول الليل ونخرج من هذه الأرض. أمر سيدنا موسى قومه من بني إسرائيل وكانوا بالآلاف، فجمع الرجال والنساء والذرية وطلب منهم أن يتبعوه، وسوف يخرجهم من هذه الأرض، يسيرون سيرا على الأقدام. بينما هم يستعدون لذلك وخرجوا، صاروا في الصحراء، صحراء سيناء، حتى وصلوا إلى البحر الأحمر، وهنالك سيبلغ فرعون بأن موسى قد أخرج بني إسرائيل، فغضب فرعون وحنق عليهم، ثم أرسل في المدائن فقال كل الجيوش وكل العساكر ينبغي أن تخرج كلها في أثر بني إسرائيل، لا بد أن يوقفهم من الخروج من مصر، وسوف يعذب ويقتل كل من سولت له نفسه عدم الامتثال الأمر. لكن موسى عليه السلام يسير مع بني إسرائيل، وفي لحظة وصل فرعون وظهر لأتباع موسى، ظهر لهم فرعون وجنوده، وكان فرعون يحمس ويقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون، لابد أن نقضي عليهم. جمع جنده واستوثق له جيشه وساق في طلبهم، فقال فأتبعوهم مشرقين، أي عند طلوع الشمس، فأتبعوهم مشرقين عند إشراق الشمس. وهكذا بينما موسى عليه السلام يسير، وصلوا إلى قريبا من البحر، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الجمعان الجمع الأول هو سيدنا موسى ومعه الآلاف من بني إسرائيل، والجمع الثاني هو فرعون ومعه آلاف الآلاف من الجيوش مجهزين بالسلاح، موسى في الأمام وفرعون وجنوده في الوراء، وقد امتلأ عليهم غيظا وحنقا،
موسى كان يطمئن قومه، لقد تسرب إليهم اليأس والخوف. سيدنا موسى كان ساكن البال، مطمئن القلب، واثقا بوعد ربه. كان يقول لقومه لا تخافوا. بعض الأشخاص من بني إسرائيل قالوا يا موسى لقد ثقنا فيك وجئنا معك، والآن نحن في ورطة، البحر من أمامنا والعدو من خلفنا، نحن في هلاك، إما أن نغرق وإما أن نقتل. سيدنا موسى يقول لهم لا تخافوا، كان يقول كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. هذا ما يسمى بعقيدة المعية، أن الله تعالى معك. إذا كان الله معك من يستطيع أن يكون ضدك؟ وكأن الله عز وجل أراد أن يقيم معجزة أخرى بعد معجزة السحرة، وألقى العصا وانقلبت إلى ثعبان، ثم إلى حية، ثم إلى تنين كبير، والتهم العصي والحبال للسحرة. أراد ربنا عز وجل أن يقيم مرة أخرى معجزة باهرة، وقد أمر موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه. كيف يعقل هذا بحر؟ في الأول قبلناها السحرة رموا عصيهم، وسيدنا موسى رمى عصاه وتحولت إلى حية، هذا مقبول. لكن الآن أمامنا بحر طويل وعريض وأمواج متلطمة، فماذا علينا أن نفعل؟ سيدنا موسى رفع عصاه إلى السماء ودعا ربه سبحانه وتعالى وطلب من الله عز وجل النصر، وكان يقول لا تخافوا إن معي ربي سيهدين. هنالك ربنا عز وجل سيظهر المعجزة الباهرة. ما هي المعجزة؟ فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفرق 12 طريقا، وصار الماء كالجبال العالية عن يمين الطريق وعن يساره. الله تعالى أيبس الطرق التي انفلق عنها الماء، جعلها يابسة. ثم أمر موسى ومن معه أن لا يخافوا من إدراك فرعون ولا يخشوا من الغرق، وأنهم سوف يقومون بهذه الرحلة فوق الأرض. وسبحان الله العظيم، صار سيدنا موسى مع قومه دون أن يخافوا أبدا، وصارت هذه الرحلة المباركة، وجاء فرعون وجنوده. ولكن ماذا وقع؟ لما جاء فرعون وجنوده سلكوا وراءهم حتى إذا تكمل قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلين، الله تعالى سيأمر بالمعجزة الباهرة. أمر الله البحر فالتطم عليهم وغشيهم من اليم ما غشيهم، وغرقوا جميعا ولم ينجو منهم أحد، كل الجيوش غرقت. وبنو إسرائيل ينظرون إلى عدوهم كيف أن الله عز وجل نصرهم نصرا مؤزرا بغير قتال، وأقر الله أعينهم بهلاكه. هذه أكبر معجزة رآها بنو إسرائيل رأي العين، رأوا المشهد العظيم الغريب، كيف أنجى الله تعالى المؤمنين من بني إسرائيل وأغرق فرعون وغيرهم من جنوده أعداء الدين. لهذا ربنا عز وجل يتم كلامه فيقول يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لا إله إلا الله. الله عز وجل يبين نعمه على بني إسرائيل، إنها نعم عظيمة. ذكر بني إسرائيل بأنه أنجاهم من كيد فرعون، وأنه أهلك عدوهم وأقر أعينهم منه وهم ينظرون، ونظر في صبيحة واحدة لم ينجو أحد من جند فرعون، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وطبعا الذي أنجاه الله واحد، من هو؟ فرعون. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الآن جسد فرعون بعد مرور 9 قرون، هذه الأحداث مرت عليها
تسعة آلاف سنة مرت، لأن الحضارة الفرعونية كانت قبل، كانت في 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 1000 سنة قبل الميلاد، 7000 سنة قبل الميلاد، والآن هي 9000 سنة، ولا زال جسم فرعون كي في الأهرامات، وهو دليل على عظمة الله. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فرعون القول جسم دياله عامر بالملوحة الزائدة، فعلموا بأنه فعلا كان قد غارق في البحر، ورغم حنوط بسيط والمومياء كلها تأكلت إلا جسد فرعون، لأن ربي عز وجل جعله آية دل على عظمته. وكان ذلك اليوم الذي وقع في هذا الحدث هو يوم عاشوراء، لهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما يروي ابن عباس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد بني إسرائيل، وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم قال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا اليوم الذي أدفر الله فيه موسى على فرعون. فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى. فأمر الصحابة بصيامه وصامه، فقد صام رسول الله يوم عاشوراء، وأمر نحن المسلمين أن نصوم عاشوراء، وقال بأنه يحتسب على الله أن يغفر به السنة الماضية. هذا نوع من التآزر، تآزر وتضامن مع بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام، فهم يصومون هذا اليوم فرحة بإنقاذهم من كيد فرعون. فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأن يشاركوا اليهود هذه الفرحة، لأنه فرحة وعيد وذكرهم بأيام الله. وهذا يدل على أن الشرع، من قبلنا شرع لنا إذا لم يدل في شرعنا ما يخالفه. وبعد أن من الله عز وجل عن بني إسرائيل تكلم عن مواعدته لموسى، الله سوف يواعد موسى بجانب الطور الأيمن، لما قد يقضي سيدنا موسى الأيام ويقطع البحر ويسير نحو جبل طور، سوف يسير إلى جانب الطور الأيمن، جبل العظيم، الجبل المبارك في صحراء سيناء، لأن فيه سوف ينزل عليه الكتاب، سينزل عليه التوراة. الفرق بين التوراة والقرآن هو أن التوراة أنزلها الله دفعة واحدة على موسى، ألقى إليه الألواح، لكن القرآن نزل منجما مفرقا طيلة 23 سنة. التوراة فيها الأحكام الجليلة والأخبار الجميلة، أكرم بها الله تعالى بني إسرائيل لكي تتم عليهم النعمة الدينية بعد النعمة الدنيوية، فقال الله أنجاهم صاروا أحرار، أعطاهم نعمة، النعمة الدنيوية هي الحرية والإنقاذ، الآن النعمة الدينية ربنا جعل لهم كتاب مقدس ثم حفظهم من التيه، كانوا تائهين، ليس لهم مستقر، ليس لهم دولة، ليس لهم وطن. وبعد أن جاء بهم إلى هذه المنطقة المباركة أنزل عليهم المن والسلوى. المن والسلوى، ما معنى المن والسلوى؟ قال ربنا عز وجل: وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، لأن المنطقة كانت صعبة وكانوا يحتاجون إلى الطعام ويحتاجون إلى الشراب، فأعطاهم المن. المن هو نوع من الحلوى كانت تنزل عليه من السماء، تصوروا المن هو طعام جميل لذيذ مثل الحلوى فيه عسل، ينزل من السماء يسمى المن. المن والسلوى، ما معنى السلوى؟ طائر يسقط عليهم، طائر جميل سمين لذيذ يسقط عليهم حيا فيأخذونه ويذبحونه. فما كانوا بني إسرائيل وقد كانوا متعبين لما في هذه الرحلة أرادوا الطعام، السماء تتنزل عليهم بالمن والسلوى، جاءهم الرزق الرغيد الهني بلا مشقة ولا تعب. وقال الله تعالى: كلوا واشربوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي أشكر الله عز وجل على ما أسدى إليكم النعم، ولا تطغوا فيه، ولا تطغوا فيه، إياكم أن تستعملوا هذا الرزق في المعاصي، إياكم أن تبطروا النعمة، لأن الذي يستعمل رزق الله ولما يتقوى يقوم بأفعال تناقض أمر الله يكون قد استقوى برزق الله على معصيته. هذا قال: ولا تطغوا فيه.
فيحل عليكم غضبي، لأنه لو وقع لكم أي خروج عن الطاعة وعن الإيمان، ربنا قد أكرمكم وأنقذكم وأعزكم، إياكم أن تقعوا في الخطأ فيقع عليكم الغضب. لذا قال: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ومن يحلل عليه غضبي أي خسر وخاب. فعرض عليهم التوبة، قال لهم: إياكم أن تقعوا في الخطايا. فاجتمعوا فريق من قوم موسى وقالوا: يا موسى، إنما أي فلان قد أخطأ لكنه ندم، وفلان قد وقع في الخطية لكنه تاب. فنزل قول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب ثم اهتدى. الله سبحانه وتعالى قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله تعالى من صفاته الرحمن الرحيم التواب، فإنه قد تاب عليهم وقال لهم: لا ضير عليكم، إذا وقعتم في بعض الأخطاء، إذا وقعتم في بعض الزلات، فإني غفار. وربنا يبدل السيئات حسنات، لكن بشرط أنكم تتوبون لمن تاب وآمن، جدد إيمانه. كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: جددوا إيمانكم. قالوا: يا رسول الله، قال لهم: إن الإيمان لا يبلى كما يبلى التوب، فجددوا إيمانكم. قالوا: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: بقولكم لا إله إلا الله، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. أن تقول لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك تقوم بمقتضيات لا إله إلا الله من صلاة وصيام وحج وزكاة وبر وإصلاح وغير ذلك، وعمل صالحا ثم اهتدى. أنه يبحث عن الهداية، المؤمن دائما يبحث عن المزيد من الهداية. نحن ما نقوم به الآن في تفسير القرآن العظيم، ما هو الغاية؟ نبحث عن المزيد من الهداية إن شاء الله تعالى. الأحباب كلهم مهتدون بإذن الله، ولكن نبحث عن المزيد من الهداية، نقترب أكثر من الله عز وجل حتى نكون من الموقنين. فاللهم يا رب العالمين، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم زينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. وإن شاء الله تعالى سوف نواصل هذه القصة الغريبة في سورة طه، ولا تزال طويلة، لأن فيما بعد سيتحدث المولى عز وجل عن السامري، فئة بني إسرائيل بعد أن كانت قمة في الإيمان وقمة في الصلاح، وربنا عز وجل سماها شعب الله المختار وقال: إني فضلتكم على العالمين. للأسف سيقع منهم ارتكاسة، جاءهم السامري وسوف يخرجهم من عقيدة التوحيد، عقيدة لا إله إلا الله، إلى عقيدة أخرى، عقيدة التجسيم، سيعبدون العجل كما يفعل الهنود، وسوف يضلون عن الطريق، وسيغضب موسى عليه السلام غضبا شديدا، وسيتوعدهم الله تعالى بالعذاب. ثم بعد ذلك ربنا دوما غفار وتواب لمن آمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه التفاصيل تتعرف عليها إن شاء الله تعالى في حلقة المقبلة بإذن الله، وقصة السامري والعجل. وحتى لا أطيل عليكم أيها الأحباب الكرام، دعونا نفتح خطوطنا الهاتفية لنتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.